اتركونا نحكي، خلينا نحكي ونوصلكم الفكره مثل ما هي. بالفعل اولادنا بيضلوا قاعدين قدام شاشه التلفزيون، قدام شاشه الكمبيوتر، على الايباد، ما مخلين ولا وسيله تواصل الا موجودين قدامها. مش غلط، ولكن نعرف نستخدمها بالشكل الصحيح. العبارات المعنفه وعبارات العنف يلي بيتواصلوا فيها اوقات او يلي بيقروها ممكن تاثر عليهم سلبا. اليوم رح نحكي هالموضوع مع تانيا عوض غره بخلينا نحكي. صباح الخير تانيا. صباح النور. يعني بالفعل كل شيء بأثر، بدنا نكون دقيقين على الاولاد كيف نتعامل معهم، على الكبار حتى كيف يتواصلوا، نحن كمان كيف نتواصل مع بعض. يمكن تكون عن مزح ولكن يعني مفهومه غلط ومعناتها غلط، وما حلو نعنف ونستعمل العنف ونحكي بعنف ونتواصل. للاسف عم نستعمله من اكثر لاكثر، خاصه عبر السوشيال ميديا، لانه السوشيال ميديا رح يمكن نركز اليوم اكثر على موضوع الفيسبوك يلي ما معه خبر صرنا مليار شخص بنستعمله على الارض. مليار، يعني احنا 8 مليار تقريبا، رقم مهول. يعني على كل 8 اشخاص في 8 بيستعملوا الفيسبوك، من بعده بيجي تويتر، من بعد تويتر لينكد ان يلي هو مخصص للعمل اكثر او للبروفيشنالز، في عده مواقع اخرى. انما هالمواقع السوشيال ميديا الهدف منها التواصل الاجتماعي. كان اليوم في عم بتزيد التخوف من قلة التواصل الاجتماعي على شبكات التواصل الاجتماعي. بمعنى آخر، أنا بس فوت على السوشيال ميديا بهمني أكثر من الموضوع اللي عم حاطينه، أقرأ تعليقات الناس تحت وبشوف أشياء بتخوفني وبتخوف كتير ناس، حتى على صفحتي، حتى على صفحات زملائي وأصحابي، بشوف أوقات تعليقات مؤذية، تعليقات بتمس بالمقدسات، بتهين، بتقلل احترام، بترهب، بتخوف، كره. يا عمي ليه؟ ما هيدي سوشيال ميديا، ما لازم نقرب من بعضنا أكثر، ليش عم نستعملها بهالطريقة؟ يعني إذا الجارة من جارتها صايرة بتترقى بهدلة على الفيسبوك اقريها. بتعرف جوزيف إنه في أشخاص خسروا صداقات طفولة، صداقات طفولة على السوشيال ميديا من وراء تعليقات فيها بغض وكره. في دراسات عم بتصير على الموضوع، يعني هيدا الشيء لفت نظر الباحثين انه يا عمي هالموضوع ليش قلب، بدل ما ننفتح على بعضنا عم ننفتح من ميله وعم نسكر اكثر على حالنا من ميله ثانيه. واتضح انه لما انا بكون قاعده على اللابتوب تبعي او قدام شاشه الكمبيوتر بغرفتي، بمكتبي، ببيتي، عندي الشعور الكاذب اني لوحدي. ما بنتبه، مش ما بنتبه، ما بركز، عندي هالامان يلي انا بالبابل تبعي، بالفقاعه اللي انا قاعده فيها عم بكتب، مفكره انه انا بامان، او انا عم بحكي مثل ما بحكي انا وياك لما قاعدين لحالنا مش على الهواء، او انا وزوجي يمكن، او انا وصديقتي الحميمه، بفكر حالي انه عم بكتب بنفس الطريقه اللي بحكي فيها، فبسمح لنفسي بهالامان يلي انا عندي. انا ماني وجها لوجه مع الاخر، انا عندي بس الشاشه، بلا ما احس اهجم، بسمح لنفسي بهالهجوم الشرس المؤذي يلي بكتير احيان، وننتبه منيح للكلمه، بخليني اكون عم بعمل شيء اسمه قدح وذم. بالاعلام بنعرفها شو معنى انتين قدح والذم، هيدا شيء يعاقب عليه القانون لما بطال. بس القانون عبر الميديا بس ما قالوا مؤخرا انه مش ذاكر الفيسبوك ومش ذاكر تويتر، يعني شوي شوي رح تتنظم يمكن الامور اكثر. السوشيال ميديا خلقت حاله ما بنعرفها قبل، خلقت شيء من كل فرد منا، مليار صرنا واكثر اذا عم نحكي بس فيسبوك مليار، خلقت حاله من صناع الراي من كل الناس. انا صانع راي على السوشيال ميديا، انت صانع راي، عندي هالشعور الكاذب يلي هو مش صحيح انه انا رايي منزل، بقوله مثل ما انا بفكر فيه بعقلي ولالي. هاي فلسفتي اليوم اليوميه، حتى لو ما عندي كل المعطيات، حتى لو ما عندي الوعي الكافي. يعني بنعرف انه اطفال، صحيح فيسبوك بيقول لك تحت عمر معين ما بحق لك تتسجل، وبنعرف كلنا انه بتكذب بالعمر وبتفوت كحدا كبير راشد وبتصير عندك حساب، ولاد عمرهم 6 و7 و8 و9 و10 سنين عندهم حسابات على لا فيسبوك، لا رقابه ولا شيء، ولا رقابه ولا شيء، مع انه بيدعوا السوشيال ميديا انه عندهم رقابه مشدده، انما ما عندهم رقابه شيء، وبدها كثير وقت لصفحه مؤذيه تطلع عن الهواء من بعد كثير شكاوى. فاذا
شيء خطير نحن فيه، شيء حلو بذات الوقت خطير. بس تعرفي شغله ثانيه، انت عم بتقولي شيء خطير من خلال التعنيف، وايضا في تعنيف اخر اللي هو بس انا اعطي بعض النصائح الرولز لازم تتبع بالحياه اليوميه، صح. يمكن ما عندي انا مثل ما عم بتقولي المعلومات الكافيه، وتتاخذ وتتداول، صح. من حدا لحدا لحدا، صح. يمكن خدي يعني يمكن اذا عندي 3000 على الفيسبوك اخذوها 10 وال10 اعطوها ل10 والى اخره، قديش معتقدات خاطئه بتصير، هذا عنف كمان 100%. وفي خطر اكبر هو انه ما منعود نسيطر على شيء لما منحط منعمل بوست ومنكبس سنت على السوشيال ميديا، ما منعود نتحكم بشيء تطلع من قدرتنا ومن من ايدنا. يعني اذا بدك لنشبه الوضع، وهي فينا نقولها لاولادنا خاصه لانه اولادنا عم يستعملوا مثل ما سبق وقلت انت اول شيء، عم يستعملوا هيدي وسيله تواصلهم لاولادنا اذا مش نحن. انا بعرف اهل من عمرنا غريب كيف ما بيعرفوا شيء عن السوشيال ميديا، وما بيعرفوا اولادهم وين عم بيروحوا، ويفضلوا ما يطلعوا انه نزال على الانترنت كافيه او نزال او فوت على اوضتك ما بعرف شو بيعمل. كثير مهم نعرف ونحكي اولادنا، لانه نتواصل مع اولادنا هي الطريقه الوحيده ان نحميهم. نحكي سهله بس نعرف بتصور كثير صعبه، نعرف ما بيقبل صعبة. فينا نشتغل على حالنا، بده يكون عندنا الحشريه الكافيه لحتى نجرب نلاحق. يمكن نسال اولادنا، اذا عندنا تواصل سليم مع اولادنا بسال ابني انا شو عم بيعمل، رح خبرني ابني اذا ما في كذب بيني وبينه. نعم. اذا في علاقه ثقه. يعني مثلا اذا ابني بده يفتح حساب على فيسبوك، ضروري يعرف ابني او بنتي انه انا هيدي الصفحه لما بفوت عليها كاني واقف على ساحه البرج او على ساحه شطوره او اي ساحه عامه عايشه باي دوله بالعالم، وكاني حامل هوبرلر او ميكرو كبير وعم صرخ يلي عم بكتبه. نفس الشيء، الفرق انه بالساحه العامه بعد 5 دقائق بيلتهوا الناس وبينسوني، على السوشيال ميديا الى الابد ما راحت محل، انا مبعود بسيطر عليها. ضروري يعرف الولد هالشيء. يعني في اوقات اولادنا بحطوا صورهم، صور مهضومه كومبرومايزنج، او حتى نحن ما بنعرف اذا ما لازم نحمي حالنا مين بيشوف صورنا ومين بنسمح نشوف صورنا. اذا ما بنعمل هالشيء وما بنعرف هالشيء، نختار الصور يلي منا كومبرومايزنج، بنقول يعني يلي ما ممكن تعرضنا لخطر نحن ما ندرى فيه. لانه صار في حسابات عم تطلع على السوشيال ميديا اسمها ترولز، حسابات وهميه ما معروف مين مؤسسها، خطيره جدا، تقدر تسحب لك صورتك وتحطها على هالمواقع يلي بتحرض على القتل، على العنف، على الاغتصاب، وتستعمل على اغتصاب الاطفال، على 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 على, على استغلال اجسادهم، او حتى للكبار بطريقه انت ما بتدرى فيها بس صارت منتشره خارج نطاق سلطتك. مثل ما عم بيكون بيتاخذ صور بتركب روس عليها، بحدا اجساد مزلطه وكذا، صح. وافلام دعاره. يعني رح اقول لك في موقع وقعت عليه مخيف عبر الفيسبوك، ترجمت معرفين على موقعهم، بيقول بدنا كل شيء يموت بطريقه وحشيه، رح نصور عده افلام عن اعتداءات جنسيه حيوانيه ونوضع روابط حول الانتحار، ونحن منا ضد استغلال الاطفال جنسيا، ليك الخطر. وبيقدروا يفوتوا ويستغلوا كل شيء عندك، فضروري نحكي ونعرف كيف عم نتواصل. شو لازم اعمل لحالي بقوتي بهيدي الثقه اللي انا اخذها من اني لحالي وفي اعبر برايي، قبل ما حط بوست، قبل ما ابعت رايي، او قبل ما حط صورتي، او قبل ما علق بطريقه مؤذيه بتمس بالمقدسات، بتسب، بترهب، بتهدد مباشره الاخر، علي اسال كم سؤال وعلم هالسؤالات لاولادي. مين رح يقرا يلي رح اكتبه؟ انا عم بكتب رايي، مين؟ عدوا الحقني الكونتاكت واصحاب الكونتاكت واصحاب الكونتاكت واصحاب اصحاب الكونتاكت اذا ما كنت عامل برايفسي. يعني مزبوط، يعني انا هالجملة اللي رح اكتبها خارجة عن سيطرتي وقت رح تطلع على الهواء، وقت رح تطلع على السوشيال ميديا. أوكي. ضروري اعرف اذا انه ما بعود بقدر سيطر عليها. تاني شيء، لازم حط نفسي مكان الاخر، خاصة اذا عم بكتب عنه، اذا عم عبر عن رأيي مثلا فيك، بدي حط حالي محلك. انا اذا قريت هالشي عني، لو انا المكتوب عني هالشي، بتقبل الامر؟ هل هو شخصي بمس فيه شخصيا قدح وذم يعني ام لا؟ يعني اذا بقول انت واحد صهيوني، انتو كلكن ناس ما بتسووا مثلا، اول شيء عم بجمع كل الناس، هل هالشي مزبوط؟ اسال حالي هالشي، انا بتقبل الاخر يقول عني هيك؟ يعني بنقرا اوقات تعليقات لما بينزل شيء على يوتيوب، او كتب مقال باختلاف ثقافي بين الشرق والغرب. يعني أنا قريت مقال كاتبينه ناس بأمريكا من بعد ما صنفت بيروت من أولى الأماكن السياحية
بالعالم سنة الماضية، كتبته صبية أمريكانية ما بحياتها داعسة بالمنطقة، وحاطة علينا ليبلز أو هيك صفات مخيفة وبشعة ومستفزة لإلنا بشكل كتير كبير. إذا بتقراها بوعي بتلاحظ إنه هيدي الإنسانة عم تكتب عن جهل، إذا بتقراها بردة فعل وبتقرا التعليقات اللي مجاوبة بردة الفعل عليها بتخاف. في كره وجهل لبعضنا مخيف عم بيقطع وعم بيزيد الهوة، بدل ما نقرب من بعضنا على السوشيال ميديا كمجتمعات وكثقافات مختلفة عم نكبر الهوة، لأنه أنا قاعدة بهيدي الفقاعة بقوتي واثق من حالي ومن معطياتي ومن يلي أنا عندي وبزت على الهوى. هيدي حرب أخطر من حرب الأزيفة يعني، جدا خطيرة جدا خطيرة. فإذا السؤال الأول مين رح يقرأ تعليقي؟ الشغلة الثانية لازم أعملها حط حالي مكان القارئ أو المتلقي اللي أنا عم بحكي ضده، خاصة ضده. هل أنا لو محله بعتبر هالشي شخصي فردي؟ قديش كبر المسؤولية اللي أنا رح كون حاملها لما رح حط هالشي على السوشيال ميديا؟ هل يعتبر ما سأكتب قدح وذم؟ هل يعتبر أنه أنا عم طال شخصك، عم طال شكلك، عم طال ثقافتك، عم طال مقدساتك؟ إذا عم طالهم ما أكتب، وقف. إذا بحس أنه أنا عم طال مقدسات بدي وقف اكتب. اذا عم لاحظ انه انا عم 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 هين شخص انسان بدي وقف. ليش؟ لان يمكن انا عم اعبر عن شيء انا برايي، مثلا هيدا الفنان انا بلاقيه عاطل جدا، شو هالفن الهابط؟ هيدا رايي. دائما اعرف انه انا عم اعبر عن رايي الشخصي، بس في غيري رح يتلقاني، انا ما بسيطر مين بيتلقاني، بيعتبر هيدا الفنان فنان كثير بحبه، كثير عزيز على قلبه، فنان بحب له أغانيه. يعني أنا من غير قصد مش عبرت عن رأيي لما قلت إنه هيدا فن هابط، حطيت أصبع هيك واتهمت. أنا باتهامي أذيت ذوق الآخر. دايما لما أعبر عن رأيي أعرف وأقول إنه هيدا رأيي الشخصي. طب الصحافة الصفراء كمان موجودة مش بس على الإنترنت وعلى الفيسبوك، يعني وقت فنانة تسب فنانة أو وقت صحفية تسب فنانة وإلى آخره. ما هو انخلط الحابل بالنابل، صرنا بنعتبر نضيع الطاسة معنا بحرية الرأي. نعم. مش عارفين إنه حرية الرأي عم يعني للأسف السوشيال ميديا جعلت من كلنا، برجع بقول، صناع رأي. يعني حتى لو أنا ما بعرف شو يعني حرية الرأي، وكتار منا ما بنعرف شو يعني حرية الرأي، بسمح لنفسي ولو حرية الرأي مقدسة. طول بالك، شو يعني حرية رأي؟ حرية رأي بتوقف لما بصير عم بقدح وبذم بالآخر، إن كنت إعلامي، إن كنت فرد، إن كنت طفل، إن كنت أم، إن كنت بي، إن كنت مين ما كان. أصلاً بدي أنطلق من باكجراوند معين قبل ما أعطي حرية الرأي، بدي يكون عندي أنا هالباكجراوند، بدي يكون عندي أنا قادر يكون إلي حق أعطي هالحرية الرأي يعني. لازم يعني أعرف شو يعني حرية الرأي، وعلم أولادي خاصة يلي عم يستعملوا هالوسيلة، لأنه واحد من 10 أولاد على السوشيال ميديا تعرض للترهيب والتخويف من أصدقاء لإله أو أصدقاء أصدقائه. إذا ضروري جدا اتواصل مع أولادي وعلمهم وين بتوقف حرية الرأي. بس بدك تنزلي لأقل من اللي حكيتيه شوي، يعني لتقدروا يستوعبوا علينا إنه هودي خطرين يعني. صح. أكتر من يعني شوي الكلمات كبار اللي قلتيهم نحن هلا بخوفونا، ما بعرف قد ايه الأولاد بخوفون، لازم ننزلهم. لازم نعبر. برجع بقول معك حق، لازم بلغة الولد أعرف إنك أنت هيدا المحل ما بتسيطر عليه لما بتحط الغراض عليه. إذا بدك تحط صورة، أنا مثلا مع أولادي ابني بده يحط صورة، قبل ما يحطها بيسألني، تعود إنه يسألني هاي الصورة منيحة حتى ولا لا، إذا عادية الصورة، لأن في تواصل بيناتنا، بقول له إيه ما بتأذي. إذا صار عمرك 40 سنة وإنت زلمة مختص، زلمة بروفيشنال، وحدا شايف هالصورة ما بيأذيك. مزبوط. تعليقي مام بقدر اكتب هيدي الجملة، صار في تواصل بيني وبينه. ثلاث ارباع الوقت جمله هو عنده الوعي الكافي يعرف صار شو ينقي، بس بذات الوقت بيسالني. خليك ما بيمحوا مدى العمر؟ بيضلوا يلتقوا. بيضلوا حتى لو انت شلتهم، بيضلوا يلتقوا، بيضل في ناس اذكيا بتعرف تستعمل هالوسيله اللي كثير معقده وكثير حلوه وينكش لك اياهم ويشيلهم. هيدي لا 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 ابدا، بالعكس انا بوقتها بدي امدح حدا حتى بفكر قبل ما امدح يعني. صح. حتى ما يكون رأي شخصي. صح. مهم نحط حالنا مكان المتلقي. نعم. ونسأل نفسنا قديش هالرأي اللي أنا عم حطه مفيد أو لا، ونفكر إذا أنا مفيد رأيي بحطه، إذا حكي للأذى اتجنب حطه. عملوا لي أد على الفيسبوك وشوفوا، تشوفوا قديش البيج تبعي خفيف نظيفي وسليمي ومسالمة. ومسالمة. أنا بعرف. ثانك يو لك تانيا، بنشوفك خميس القادم بموضوع جديد، موضوع مهم.
القانون يمكن مش 100% بيلاحق، ولكن خلوا انتم قانونكم الشخصي ونظامكم الداخلي وسلامكم الداخلي هو اللي يلاحق. موضوع كثير مهم، عدم التعنيف من خلال وسائل الميديا السوشيال ميديا. لكل المشاهدين وقفه بسيطه وبعدها بنعود للمتابعه مع اجنده مع زينه واخبار جديده، خليكم معنا.